موقف واحد مش هتنساه في حياتك، موقف حصل لك في ال50 سنة مش هتنساه وأثر فيك بيجي على بالك كتير. أكيد في موقف سواء سلبي أو إيجابي حصل لك في الشغلانة. ما أصل أنا عندي حاجات لما بقعد بفتكر حاجات كتير، بس حاجة عشان لما بتواجه ده بس في حاجة اللي هو جات على بالك حتى من كام يوم اللي فاتوا، حاجة حصلت لك مش هتنساها، يعني موقف سلبي أو إيجابي. يعني هو مش موقف، هو تفكير. تفكير إن أنا قلت اللي أنا بقوله في كثير من الإحساس يصل للآخر، إن أنا عندي نوستالجيا، يعني عندي حنين للماضي، وأنا فعلا ما عنديش حنين للماضي، لأن أنا عقلي كان سابق سني، ودلوقتي عقلي متفهم التكنولوجيا ومتفهم التطور، فأنا ما عنديش حنين للماضي. بس أنا الماضي مشكلتي اللي أنا اكتشفتها، إن أنا الماضي دلوقتي أنا زي ما أنا لم أتغير. الله. عقلي تغير، يعني تتطور مع كل الأفكار، ولكن بقيمي ومسلي ومبادئي كلها زي ما هي، نفس التركيبة القديمة، مفيش حاجة غيرتك. خطأي إن أنا بتعامل مع من حولي على إنهم من الماضي زيي. بس هي دي المشكلة، هو ده اللي عامل حاجة في التراك يعني. فأتصدم، أصدم في الناس، يعني لما يجي فنان يقول لك إيه انت ماضي عاد، ايوه، وبتشتغل، ايوه، طب بتسيب العمل ده ليه؟ عشان في عمل هيدفع لي اكتر. يعني انت ممكن تبقى بتشتغل في عمل وتسيبه عشان عمل تاني؟ قال لك الزمن ده كده يا استاذ محمد، الزمن كده يا استاذ محمد. يعني انت لو بتشتغل معايا وخدت عربون وبتشتغل وفي وسط الشغل وجالك عمل مثلا في امريكا بمليون دولار ولا مش عارف بك عشان تمشي اسيبك يا استاذ محمد عشان هو ده الدنيا. ده بيفهمني، بيقول لي هو ده الزمن، هو ده اللي فكرني. لا، انا الماضي مش عندي حنين للماضي، ده انا الماضي وبتعامل خطئي اني بتعامل مع اللي حواليا على ان هم معايا من الماضي، فازعل منهم يعني. فاهم؟ اتغيروا، لو هم ما اتغيروش هو ده سمة عصر حصل فيها متغيرات، مين اللي ينتبه ليها؟ تعرف بقى ان حضرتك دلوقتي وحضرتك بتتكلم انا حسيت ان انا ممكن اشوف الجزء الجاي من ونيس، ان ونيس ظهر في زماننا ده لوحده، شاف بقى اللي بيحصل. انا كان عندي الجزء ده يعني لا، ان هو بعيد عن ولاده بعدوا عنه او حصل له حاجه، لا اولاده طبيعي في الزمن ده سابوه مشيوا، فراح يلف على أطراف من بعيدة أو يسمع عنها أو أصدقاء أو الناس يقولوا له يحل لهم مشاكلهم ويسمع بقى، فيسمع حاجات يقولهم في آخر الحلقة سوري ما أعرفش أحلها. يعني ما يعرفش أحلها فعلا، لأن بقول لك لما 94 دي كان بعض الهنات في التربية هنات حاجات بسيطة فبنعالجها، لما دلوقتي